السلام عليكم خوتي، سميتي يونس وفعمري 36 عام ومزوج. مراتي من السنغال وسميتها أميناتا، خدام في سنتر دابيل وتما فين تلاقيت بيها حيت خدامة معايا. كانت كتعجبني بزاف، زوينة مسريرة ضريفة وكتعامل زوين مع أي واحد، ولا طي ديالها قتالة. في الأول واخا كنت معجب بيها كنت متردد بزاف واش نهضر معاها ونقول لها باش كنحس من ناحيتها ولا لا، حيت كنت كنقول مع راسي ربما تكون عندها علاقه ديجا مع شي واحد اخر، مع كانت كتبان ليا كتهضر مع كل شيء ومطلوقه مع كل شيء، يعني ما عمرها عاملتني بشي طريقه مختلفه. كنت كنقول اكيد مرتبطه بشي واحد اخر، يقدر يكون افريقي حتى هو. فواحد الفتره حسيت بطريقتها في التعامل معايا تغيرات، تنكون دايز كنلقاها كتشوف فيا وغير كتلقى عينيا بعينيها كتحشم وكدير واحد الضحكه زوينه. واخا هكاك كنت كنقول السيده ظريفه مع كل شيء، ما يمشيش بالك بعيده يونس. حتى لواحد النهار جات عندي وصدماتني، قالت لي يا يونس واش ما بغيتيش تفهم راسك، مع هما ناس متفتحين واللي جات في بالهم كيقولوها، ماشي بحال البنت اللي في المغرب كتحشم بزاف وخاص ضروري راجل هو اللي يدير الخطوه الاولى. بقيت كنشوف فيها ما فاهم والو، ضحكت ديك الضحكه ديالها وقالت لي جو تيم، وحتى انا عنقتها وقلت ليها انا من ديما كنتي كتعجبيني وكنبغيك. فرحات بزاف وحتى انا كنت فرحان كتار منها. كلشي في السونتر دابيل عرف بالعلاقه ديالنا، وفاش عرفوا بلي قررنا نتزوجوا داروا لنا واحد الحفله سوربريز في السونتر كانت واعره الصراحه. كرينا واحد الدار في المدينه في كازا قريبه من السونتر اللي كنخدموا فيه، كانت تعاونوا انا وياها في كلشي حتى في شغل الدار، حيتاش بجوجنا عارفين شحال الخدمه ديال السونتر دابيل كتعيي وفيها ستريس. ولكن واخا هكاك السيده ما كانش كتعيا في الفراش، تقدر تدوز ليله كامله بلا ما تعيا. في الايام الاولى كنت حتى انا فرحان، كنقول باقي في الاول ديال علاقتنا وهذا الشيء كيعبر على شحال كتبغيني. ولكن مع الوقت اكتشفت انها مدمنه على الجنس، المتعه ديالها الاولى والاخيره هي الجنس، متطلبه بزاف من هذه الناحيه. واخا خوكم لاصال وكيتريني الحديد، ولكن السفل بدا كيتقاضى ونهار على نهار كنضعف وليت بحال القطيب حتى وصلت ل 55 كيلو. الكوتش ديالي في لاصال ولا كيقول لي خاصك دير شي بيلون تعرف شنو عندك، حيتاش هاد الضعف ديالك ما عجبنيش، وانا الوحيد اللي كنت عارف شنو عندي وشنو اللي مخليني في هاد الحاله. حتى من صحابنا اللي في الخدمه لاحظوا حتى هما الضعف والعيال اللي ولا كيبان عليا، ولاو كيشدوا فيا وكيقولوا لي الزواج ما جاش معاك، الزواج وافق غير أميناتا. واحد صاحبي الانتيم كان عاود لي كل شيء، قلت لي على الديكور كيفاش داير، قال لي هاد الافريقيات اكثريتهم كيكونوا بحال هكذا، وبقى كيشرح لي بلي داكشي راجع للعامل ديال المناخ اللي كبروا فيه واللون ديال البشره ديالهم. قلت ليها خويا هادي راه بزاف، خوك قرب يموت. قال لي سير بجوج عند شي طبيب ديال الامراض النفسيه والجنسيه يقدر يلقى لكم شي حل. قلت ليه راه خاص بعدا نقنعها هي الاولى باش نمشيو ليه. قلت لي انا غير كنبين ليها شي مرات بالله عيان ولا ما مستعدش كتكعر وكتبقى تقول لي ما بقيتيش كتبغيني، وشي مرات كاع كتبكي. قال لي غير حاول معاها. صافي قنعتها بان المشكل فيا وباللي انا اللي وليت كنعيا دغيا، وحيتاش هي خايفه عليا زعما مشات معايا. الطبيب بقى كيقول لينا راه العلاقه الجنسيه ما خاصهاش تفوت واحد العدد المرات في الاسبوع وما يكونش تكرار في ليله واحده. الطبيبه خوتي كيشرح لينا وهي كتخنزر فيه ما عجبهاش الحال. من بعد اخوتي قال لينا بالليلة بقات العلاقة الجنسية كتيرة بيناتكم راه كتأدي لبزاف ديال الأمراض، وقال لي بالله هادشي ولا باين عليا أنا بزاف. المهم اتفقنا على أننا نتبعو الهضرة ديال الطبيب ونحاولو يكون كلشي بالقياس وبالعقل. داز الأسبوع الأول ما بيهش، واخا ماشي بحال النصائح اللي عطانا الطبيب بالضبط، ولكن قلت بعدا شوية. غير بدا الأسبوع الثاني السيدة بحال داكشي اللي كان محبوس في الأسبوع الأول بغات تعوضو. أنا تهلكت صحتي، وفاش كنجبد ليها الهضره ديال الطبيب كتعصب وكتبدا تبكي. انا عييت معاها بزاف، ودابا عندنا جوج وليدات، كنت كنقول غادي يشغلوها شويه في التربيه، ولكن والو هي هي حتى حاجه ما كتلهيها على الاهتمام والحاجه الاساسيه في حياتها اللي هي الجنس. واحد المره مرضت امها بزاف في السنغال وعيطت ليها وقالت ليها اجي بنتي نشوفك، راني حاسه براسي ماشي هي هذيك وخايفه نموت بلا ما نشوفك. المهم قلت لها سيري دابا هي محتاجة لك تكوني حداها وتطلع عليها. مشات اخوتي وتخيلوا واخا هي مراتي ومزوج بها عن حب، واي راجل ما يبغيش مراته تبعد عليه، ولكن انا كنت كل نهار كنقول يا ربي تزيد نهار اخر
حتى كملت 10 ايام. انا في هذيك 10 ايام استرجعت شويه صحتي، وفي نفس الوقت بقيت كنقول مع راسي او حتى لهاد الدرجه وليت كنفضل ما تكونش معايا، حيت الله خلق اي حاجه بالمقياس والنظام. اي حاجه كتفوت الحد ديالها وكتخرج على الوضع الطبيعي ديالها كتكون عندها نتائج سلبيه. رجعت اخوتي من السنغال ورجعت اكثر شراهه من الاول، وليت كناخذ شحال من فيتامين ومقويات وانا في عمري غير 36 عام. الا درت شي 50 ولا 60 محال نعيش. قلبي وعقلي ولاو مضطربين. انا عارف بالله هاد السيده هي هذيك البنت اللي عجبتني وفكرت فيها وبغيتها من كل قلبي، وعقلي كيقول لي خاصك دير شي حل لهذا المشكل. راه القضيه فيها صحتك اللي كتضيع نهار على نهار. كون كان كلشي على طبيعته كون كنتي غادي تكون فرحان وبخير وسعيد معاها. كون غير كانت حتى هي كتفهم وتحاول من جهتها دير حتى هي مجهود باش تقلل شويه من الرغبه ديالها، واخا غير على قبل صحتي، حيت راه سمعت الطبيب شنو قال وكتشوف الحاله اللي وليت فيها. ولكن هي الا في حاله الجنس كتولي انانيه وقاسيه وما بقاش كتقبل النقاش في هذا الموضوع. ما نخبيش عليكم اخوتي، وليت كنفكر نطلقها ونتفارقوا وكل واحد يشد الطريق، ولكن بيناتنا وليدات باقيين صغار ما بغيتهمش يضيعوا وسط منا. بزاف ديال الناس غادي يقول لي ماشي شي سبب قوي اللي ينهي به الواحد غيبات ديال الزواج، ولكن غفاش كتجي في الصحه راه كيولي موضوع اخر. كنتمنى اخوتي تدلوني على شي طريق نشدها مع هاد السيده وما ندمش فيها. الا قلتوا لي هضر معاها مازال في الموضوع راه حاولت اخوتي، ماما راه ما جوج والحوار معاها ما عطى حتى شي نتيجه، حيت حتى هي هادشي قوى منها. يمكن اعطيوني اخوتي شي حل اللي تقدروا نتوما تكونوا شايفينه، اما انا ما بانش ليا. وشكرا لكم بزاف.